كعادته ولي العهد في حديث الصراحة والوضوح مع السي بي اس يضع النقاط فوق حروف القضايا الساخنة ويؤكد هجوم أرامكو حماقة إيرانية استهدفت قلب الطاقة العالمية ولا بد من موقف دولي حازم السلام عليكم ورحمة الله. شفافية مطلقة تشخيص للوضع الراهن في المنطقة. هذا ما تضمنه حوار ولي العهد على شبكة سي بي اس الأمريكية. فقد دعا ولي العهد العالم لردع إيران أو مواجهة تصعيد أكبر قادم. فيما قطع ولي العهد الطريق على المتاجرين بمقتل خاشقجي بأنه لا استثناءات والمدان سيحاكم. الجميع يخطئ وعلينا التعلم من أخطائنا. أتحمل المسؤولية كقائد يقول خاصة وأن الجريمة وقعت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة نناقش في هذا الملف إجابات ولي العهد في المقابلة مع اس بي سي ونتساءل لمصلحة من محاولة جر المملكة لعمل عسكري ضد إيران وهل من علاقة لتجربة المملكة التنموية بذلك؟ اعتداء إيران لم تطوى صفحته بعد ما هي خيارات المملكة للرد منسجمة مع القوانين والأعراف الدولية لماذا يستمر الغرب في توظيف قضايا تمس امن المملكه سياسيا في حين ان تلك الدول لا تتهاون مع من يهدد امنها داخليا او خارجيا. نبدا النقاش بعد قليل. اليوم التحقيقات التحقيقات قائمه اليوم ومتى ما ثبتت التهمه على اي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمة بدون أي استثناء. أعتقد أنها حماقة. أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف استراتيجي، فقط الأحمق هو من يهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الاستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه. إذا لم يقوم العالم باتخاذ إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران، فسوف نرى تسعيدا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وتصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا. أولاً. إذا أوقفت إيران دعمها، أولاً، إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي، فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد. كقاعدة يجب أن كل يوم. كقائد يجب ان اكون متفائلا كل يوم لا استطيع ان اكون متشائما اذا كنت متشائما يجب ان اترك الكرسي واعمل في مكان اخر اهلا بكم للنقاش ينضم الينا هنا في الاستوديو عضو مجلس الشورى الدكتور ابراهيم النحاس وايضا المستشار والمحلل الاقتصادي الاستاذ فضل البوعينين وينضم الينا من القاهره الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الاستاذ بشير عبد الفتاح اهلا بكم جميعا ابدا معك الدكتور النحاس وتصريحات لصلاح جمال خاشقجي قبل قليل ادلى بها لقناه العربيه بانه لن اقبل ان تستغل ذكرى والدي للنيل من وطني وقيادتي خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والدي ضد الوطن كانت هذه التصريحات عفوا هي من صلاح جمال خاشقجي في حسابه في تويتر بالتالي نتساءل لماذا العالم يعني يسعى ويستمر في توظيف هذه القضية سياسيا وهذا موقف ابن جمال خاشقجي نعم للأسف العالم دعني أقول والمعادي للمملكة العربية السعودية بالتحديد المعادي لمركز الأمة العربية والإسلامية هو يريد إضعاف هذه الدولة استهدافها تشويه صورتها لاعتبارات كثيرة جدا منها أنها الحامية الأولى للحرمين الشريفين للأمة الإسلامية ونعلم هذا العداء التاريخي لهذه لهذا الدين بشكل مباشر والعداء ايضا لمركز المملكه السعوديه حتى من قبل من يدعون القوميه العربيه ويرفعون تلك الشعارات هم اعداء للقوميه العربيه، مركز المملكه السعوديه ايضا المتقدم في العالم سواء سياسيا، اقتصاديا، تنمويا او ماليا يثير ويثير اولئك الاعداء بشكل او باخر وبالتالي يستهدفون المملكه السعوديه، الطموح الكبير لقاده المملكه السعوديه بوضع المملكه السعوديه ليس فقط في مجموعه العشرين وانما في مجموعه العشر الكبار او اكثر من ذلك في المرحله المستقبليه ايضا يثير الدول بشكل او باخر سواء المنافسين من جهة أو المتطلعين لإضعاف المكانة السعودية بأن لا تذهب بعيدا أيضاً هذه نقاط مهمة جداً استهداف دعني أقول بشكل مباشر عمود هذه او ركيزه هذه المنطقه بامنها واستقرارها وسلمها ايضا مهم جدا لمن يريدنا العبث والفوضى في هذه المنطقه سواء من الدول الاقليميه التي تستهدف الامن والاستقرار او حتى من الدول العالميه التي تطلع لان تعبث بهذه المنطقه وتستغلها بثرواتها وبامكاناتها بشكل او باخر وبالتالي هو استغلال بشكل او باخر لهذه القضيه ودعني اقول بين قوسين متاجره بهذه القضيه الانسانيه التي هي سعوديه بدايه السعوديه نهايه لتشويه صوره دعني اقول ليس فقط المملكه وانما لتشويه صوره الامه العربيه وصوره الامه الاسلاميه امام المجتمع الدولي سواء كان أولئك المشوهون عربا يدعون العروبه او مسلمون يدعون الاسلام او حتى من الاطراف الاخرى التي تعتبر معاديه سواء للأمة طيب. العربيه والاسلاميه في برنامج 60 مينيتس كان السؤال الاول عن هذه القضيه <applause> قضيه خاشقجي ولي العهد قال اتحمل المسؤوليه باعتباري قائدا وباعتبار من نفذوا وقاموا بهذه العمليه هم يعملون في الحكومه السعوديه انت كيف تنظر لهذه الشجاعه في تحمل مسؤوليه صحيح. آآ آآ عمل قام به أفراد في الحكومة السعودية نعم هذه الشجاعة دعني أقول وأي شجاعة أن يتحدث قائد بحجم الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بمثل هذه المسؤولية وهذا يدل بأن قادة المملكة السعودية هم قادة فعلا وقولا وليس فقط بالتصريحات وإنما يتحمل المسؤولية بصفة هذه الدولة دولة تقوم على مبدأ سياسي واحد أن هناك قائد سياسي هذا القائد السياسي يتحمل مسؤولية دولته بتصرفاتها وبأعمالها حتى بأيضا مسؤوليها هذا يدل بشجاعة قادة المملكة السعودية أمام المجتمع الدولي بمواجهة أيضا التصرفات الخاطئة ويقول بأنها خاطئة التصرفات الإيجابية وبأنها إيجابية هذه أيضا دعني أقول حكمة القيادة التي يجب أن تصل للعالم أجمع بأنه عندما تقول قادة المملكة السعودية امرا فانها تتحمل ايضا تبعاته وبانها عندما تصرح ايضا التصريحات تتحمل ايضا بشكل او باخر تبعات تلك التصريحات ان كانت بتحمل الاخطاء او ايضا بدفع بالتصرفات الايجابيه، هذا ما تعودنا عليه حقيقه منذ عهد الملك المؤسس وبالتالي الامير محمد بن سلمان هو حفيد ذلك ايضا الملك المؤسس وبالتالي التصرفات هي نفسها تحمل المسؤوليه نفسه، دور القياده ومسؤوليه القياده وما تتميز به ايضا هو نفسها الصفات التي يتميز بها القائد هي نفسها. آه وبالتالي آه هو يريد أن يقول للعالم من جديد بأن هذه القضية هي قضية سعودية سعودية آه ليس للعالم دخل بها آه القضاء السعودي يتحمل ذلك على جميع المستويات وعندما يصرح هذا التصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا التصريح يفترض بالعالم الآخر أن يخجل م. أن يخجل خجلا كبيرا حقيقة بأن لا يثير هذه القضية من جديد لأنه ماذا يريدون طيب. أكثر من أن يتحدث قائد المملكة العربية السعودية بصفته الرجل الثاني بعد خادم الحرمين الشريفين بمثل هذه المسؤولية الدولية ماذا ماذا يريد العالم بعد ذلك من المتاجرة بمثل هذه القضية م. الوحيدة التي مرت على تاريخ المملكة العربية السعودية منذ عهد التأسيس طيب. وحتى الآن أه سيد فضل بالنسبة لهجوم أرامكو كان هناك حديث عنه ووصفه ولي العهد بأنها حماقة هذا الهجوم حماقة لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم أنت كيف ترى التأثير والتبعات على اقتصادية العالم من وراء هذا الهجوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم دعني أولا أشيد بحديث سمو ولي العهد وهو حديث جاء في وقته اضافه الى توجيهي للرسالات المباشره خاصه ما يتعلق بالاقتصاد العالمي وارتباطه بالنفط السعودي وما يمثله ايضا انتاج النفط السعودي للاقتصاد العالمي، وهذه رساله جدا مهمه ليس لصانعي القرار في الدول الغربيه ولكن حتى للمستهلكين الذين ستنعكس اسعار النفط على استهلاكهم للوقود. اعود الى النقطه المهمه، المملكه تنتج ما يقرب من 10% من الاحتياج العالمي، تعطل ما يقرب من 5.7 مليون برميل بعد العمل التخريبي عطل ما يقرب من 5% من احتياجات العالم من النفط وهذا انعكس مباشره على الاسعار عند افتتاح الاسواق الاسيويه في يوم الاثنين ارتفعت الاسعار بنسبه 20% وهي المره الاولى التي تحدث في الاسواق الاسيويه اضافه الى انها المره الاولى التي تحدث بعد حرب الخليج بهذه القفزه الكبيره ثم بعد ذلك عندما صرح سمو الامير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر الصحفي بان يعني بشره بان الانتاج عاد الى سابق عهده انخفضت الاسعار في نفس اللحظه بنسبه 8% وهذا يعطي او يعكس حجم المملكه النفطي حيث انها تمثل البنك المركزي م. للنفط العالمي واي استهداف لمنشات نفطيه او امدادات النفط السعوديه فيعني ذلك استهدافا للاقتصاد العالمي وانا حقيقه طيب. اريد ان اشدد على الربط الجميل الذي ربط سمو الامير محمد بين استهداف المملكه ليس قلب المملكة واقتصادها ولكن قلب الاقتصاد العالمي طيب سأعود معك في هذه يعني. النقطة تحديدا والتبعات الاقتصادية التي قد يعانيها العالم في حال تكررت مثل هذه الأعمال في أي دولة أخرى ولكن أتوجه للقاهرة أستاذ بشير عندما يتحمل ولي العهد المسؤولية عن جريمة حصلت في حين أن دولا عدة لم يحمل قادتها أي مسؤولية على جرائم قتل للآلاف ولا حروب في المنطقه او في اي مكان اخر والتحقيق حضره محققون دوليون وهو طالب من لديه معلومات اضافيه بكشفها. تحيه لك استاذ مفرح ولضيفيك الكريمين ولمشاهديك في كل مكان ولفريق البرنامج. ما صرح به ولي العهد السعودي في هذا الحوار الهام للغايه والذي لم تنقصه الصراحه او الشجاعه. يتسق مع الموقف السعودي حيال هذه القضيه منذ بدايتها المملكه كانت واضحه حينما اكدت على انها معنيه بفك طلاسم هذه القضيه شانها شان اي طرف دولي وان القضيه سعوديه صرفه وانها جنائيه وليست سياسيه وانه ليس لدى المملكه ما تخفيه وان خطا قد جرى لكن المملكه سوف تركز على اولا المكاشفه ثانيا المحاسبه ثالثا منع تكرار مثل هذا النوع من الحوادث او الاخطاء على هذه الاسس الراسخه بني الموقف السعودي حيال هذه القضيه فحينما ياتي ولي العهد الامير محمد بن سلمان ويعلن مسؤوليته السياسيه عن ما جرى باعتباره القائد للدوله والرجل الثاني بعد خادم الحرمين الشريفين معنى ذلك ان هناك حاله من الاتساق في الموقف السعودي ولا يوجد اي التفاف او مراوغه او اشياء من هذا القبيل هذا ايضا لا يتناقض مع حرص المملكه منذ البدايه على تحري كافه السبل القانونيه من اجل فك طلاسم هذا الحادث واتخاذ من الاجراءات ما يلزم بما لا يتعارض مع الشريعه طيب. الاسلاميه م. لذلك اتسم موقف ولي العهد بالشجاعه والشفافيه والصراحه دعنا نتابع هذا على الموقف سياسه في المملكه العربيه السعوديه نعم سنواصل النقاش ولكن بعد ان نتابع ولي العهد في لقاء مع سي بي اس عندما اكد ان كل من يثبت تورطه في قضيه مقتل جمال خاشقجي رحمه الله سيحاسب دون اي استثناء وابن الفقيد صلاح خاشقجي اكدها كما ذكرنا في بدايه الحلقه قبل قليل بأنه لديه مطلق الثقة بقضاء المملكة في تحقيق العدالة لمرتكبي الجريمة النكرة محطات على مسار العدالة نتابعة من عود دكتور النحاس يعني تابعنا الفاصل قبل قليل لكن عن تركيا تسأل لماذا لم تكشف صحيح. عن المعلومات التي لديها كان هناك مشاركة منهم في التحقيقات حضرها مسؤولون أتراك أعتقد وهناك مشاركة دولية وهناك ثمانية مطالبات سعودية صحيح. بكشف ما لديهم ألا يعد مثل هذا الأمر تسترا على جناه ربما؟ هذا من جهه نعم قد يعتبر ان لأن لانه لماذا لا تتعاون الدوله التركيه مع الدوله السعوديه بشكل مباشر وفقا للقوانين الدوليه التي تحكم العلاقات بين الدول وفقا ايضا لما طلب من قبل النيابه العامه السعوديه للنيابه العامه التركيه فان كان لدى الاتراك فعلا ما يتعاونوا به ولم يتعاونوا بذلك فهذا يعتبر الى حد ما او الى حد او بشكل مباشر يعتبر تغطيه على أناس آخرين قد يكونوا أتراك، قد يكون خلايا تجسسية، قد يكون أتباع في الدولة التركية، لا تريد الدولة التركية تسليمهم أو الكشف عن أسمائهم وهذا قد يورطها بشكل أو بآخر بمثل آه. هذه الجريمة أو قد يعتبر أيضاً غطاء لمؤسسة رئاسية أو مؤسسة وزارية في داخل الدولة التركية وبالتالي لا تريد أن تظهر أمام المجتمع الدولي بأنها تتحمل مسؤولية في هذا الجانب وهذا وعدم الإجابة وعدم التجاوب مع المركبة السعودية هو في حد ذاته اتهام للدولة التركية بأنها فعلاً تقوم بعمل تظليلي للعدالة والعدالة في هذه القضية بالتحديد وبشكل مباشر. يضاف لذلك بأن الدولة التركية عندما تتخفى خلف هذه دعني أقول التصريحات باتهام المركبة السعودية بجانب وعدم التعاون بجانب اخر فهو يعتبر استهداف سياسي اكثر من ان يكون جانب قضائي وجانب حقوقي بشكل او باخر وهذا يدل باستهداف الدولة التركية لمكانة المركبة السعودية والعمل على تشويه صورة المركبة السعودية من المجتمع الدولي ولكن في حقيقة الواقع المحاكم الدولية لا تاخذ بذلك والراي العام العالمي سيكتشف في يوم من الايام بان الدولة التركية لديها الكثير لتخفيه الذي يدينها بشكل مباشر بهذه القضية بالتحديد لان المركبة السعودية اعلنت امام الملأ منذ اليوم الاول بتشكيل لجان تكليف النيابه العامه بامن ملكي وهذا ما اتى عليه تقريركم قبل قليل وبالتالي الاعلانات وذهب, وذهب المدعي العام الى تركيا حتى وذهب المدعي العام الى الدوله التركيه ولم يحصل على تعاون من النائب العام التركي آه سمو ولي الامين بهذا التصريح الاخير ايضا اعلن مسؤوليه مركبة السعوديه فهل يجرؤ اي رئيس دوله في العالم دعني اقول وخاصه من الدول المجاوره لنا بما فيها تركيا او ايران وغيرها بالتحدث بمثل الذي تحدث به الامير محمد بن سلمان. تذكر قضيه السفير الروسي قضيه مقتل صحفي ربما ناتي عليها في الملف الثاني الصحفي الارمني م. م. في الشارع وامام الملأ. وغير ممتحدث. ذلك أن عمل الكثير من الجرائم التي حدثت في الدوله التركيه وحدثت في الدوله الايرانيه ولم يجرؤ اي رئيس من رؤساء تلك الدول بتحمل المسؤوليه او حتى بالتحدث عن تلك الجرائم في داخل دولهم استاذ فضل ولي العهد طلب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه التجاوزات الايرانيه، المنطقه تشكل تقريبا 30% من امدادات الطاقه في العالم، 20% من المعابر التجاريه، بالتالي في حال نشوب حرب في هذه المنطقه ما التاثير على اقتصاد العالم ككل؟ لماذا يقف صامتا وهو اكتوى بالاثار قبل اسابيع؟ يبدو ان العالم برغم ادراك المجتمع الدولي دعني اقول الدول الصناعيه برغم ادراكها بمخاطر الموقف الا انها لا تتخذ الاجراءات المناسبه التي يمكن من خلالها ردع ايران والنظام الايراني عن تهديد امن الطاقه العالمي وتهديد ايضا خطوط الملاحه وخطوط التجاره العالميه دعني اعود الى نقطه وهي متعلقه ب تعثر ما يقرب من 5.7 مليون برميل يوميا بسبب هذا الاستهداف، ماذا لو استمر هذا التعثر؟ ما الذي سيحدث لاسعار النفط؟ كان من المتوقع ووفق الدراسات الدقيقه لو استمر هذا التعثر الى فتره طويله لارتفعت اسعار النفط لما يقرب من 150 دولار. فهل سيتحمل الاقتصاد العالمي هذه الاسعار حتى من تلك الدول التي لا تشتري النفط السعودي مباشره نحن لا نتحدث عن من يشتري من يشتري النفط مباشره من السعوديه لكن نتحدث عن امدادات النفط العالميه نحن نتحدث عن الاقتصاد العالمي ارتفاع اسعار النفط الى هذه المستويات يعني تدميرا للاقتصاد العالمي الذي يعاني اليوم من ازمات حاده ويعاني من بطء في النمو وبالتالي هذه الاسعار ستنعكس مباشره عليه انعكاس خطير. أعود مرة أخرى إلى الربط بين هذه النسب التي ذكرتها ذكرها سمو ولي العهد في المقابلة وهذه للتذكير بأن هذه المنطقة لا تستحمل الحروب ولا تستحمل آه انفلات الدول وارهاب ارهاب الدول المنظم وبالتالي يجب ان يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما ليس أمام ايران فحسب ولكن وكلاء ايران في المنطقة وكل من م. يهدد أمن الطاقة في سواء في المملكة أو في المنطقة بشكل خاص. طيب أستاذ بشير يعني ولي العهد تمنى نضطر للرد العسكري على إيران لكن ماذا لدى إيران أساسا لتخسره في هذه الحالة ألا تستجدي هي أساسا عمل حربي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أي دولة في مقابل اهتمام دول المنطقة بتجربة تنموية يعني تعيشها هذه الدول سؤال في غايه الاهميه استاذ مفرح واسمح لي ان افككه لانه سؤال مركب اولا ايران تعتمد في سياستها الردعيه على انه ليس لديها ما تخسره وأنها تئن تحت وطأة الضغوط لم تشهدها دولة في التاريخ وهناك غضب داخلي على النظام ومن ثم من مصلحة ذلك النظام أن يتعرض لضربة عسكرية ولو محدودة أو نوعية من شأنها أن تلملم شتات الداخل الإيراني خلف هذه القيادة وأن تخلق مظلومية يستطيع نظام الملالي أن يوظفها من أجل ترسيخ أقدام أقدامه المترنحة والمهتزة في السلطة داخل البلاد هذه نقطة النقطة الثانية أن المجتمع الدولي استنفد تقريبا كافة الوسائل غير العسكرية في مواجهة إيران وهي العقوبات وهي عقوبات موجعة اعترفت إيران بأن تأثيرها امتد وطال كافة جوانب البلاد وأرجائها خصوصا بعد العقوبات الأخيرة التي طالت البنك المركزي الإيراني لكن المشكلة لابد لإيران أن تتجرع كأس السم وان تشرب من نفس الكاس الذي تسقي به جيرانها ايران استخدمت وسائل عسكريه قرصنه بحريه ارهاب واضح لذلك اعتقد ان ضربه عسكريه نوعيه محدوده تستهدف اذرع ايران في الداخل الممثله في مستودعات الصواريخ صواريخ كروز والصواريخ الباليستيه ايضا مستودعات الطائرات بدون طيار مصافي النفط الايرانيه الكبرى اعتقد ان ضربه دقيقه نوعيه بصواريخ موجهه دقيقه يمكن ان تجعل ايران تراجع نفسها بطريقه او باخرى لانها لن ترتدع لانها اعتادت على العقوبات واحترفت التحايل عليها ومن ثم اتصور ان المجتمع الدولي بحاجه الى استصدار قرار اممي من مجلس الامن وفقا للبند السابع يمكن من خلاله توفير مظله قانونيه لعمل عسكري نوعي محدود. اذا حماقه هكذا وصف ولي العهد الامير محمد بن سلمان الاعتداء على ارامكو قلب الطاقه العالمي، حقائق وارقام عن هذا العملاق السعودي العالمي. تفسر قلق المجتمع الدولي ورفضه لهذا الاستهداف نتابع ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا طيب دكتور النحاس ولي العهد أبدأ التفاؤل بالمستقبل ويعني التجربه التنمويه التي تعيشها المملكه ولكن واضح ان هذه التجربه مستهدفه نعم. يعني لمصلحه من محاوله جر المملكه الي عمل عسكري في المنطقه سواء مع ايران او سواها هل من علاقة لهذه التجربة التنموية للمملكة؟ ما هي خيارات الرد؟ نعم هناك هذه التنمية السعودية مستهدفة بشكل مباشر بداية من الدول الاقليمية دعني أقول إيران تركيا بالتحديد هاتان الدولتان تتطلعان لإيقاف التنمية السعودية بأي حال من الأحوال إما عن طريق الحروب إما عن طريق التنظيمات والجماعات الإرهابية إما عن طريق التشويه الإعلامي استهداف الداخل السعودي زرع الخلايا التجسسية هذه كلها لاستهداف هذه الدولة التي تعتبر فتيه على الرغم من انها لها 100 عام من التاسيس الا انها تعتبر فتيه وهذا التفاؤل الذي تفضلت به وعبر عنه سمو ولي العهد الامين هو الذي جعلنا جميعا حقيقه في داخل المركب السعوديه نتفائل بمستقبل هذه الدوله بعيدا لنذهب بعيدا هذا التفاؤل هو الذي جعل الاخرين محبطين سواء في ايران او في الدول الاقليميه او حتى في اعداء المركب السعوديه هذا التفاؤل هو الذي جعل حتى الدول الاوروبيه تتطلع لاستهداف المركب السعوديه وباستفاف دعني اقول بشكل او باخر مع إيران لأنه نحن ذاهبون إلى أن نكون دول من الدول الصناعية المتقدمة من الدول المصنعة حتى للسلاح من الدول التنموية في جوانب أخرى من الدول التي تقدم الخدمات بأعلى مستوى أتحدث هنا عن الخدمات الاجتماعية وغيرها من الأمور التي تطور الدول لا شك أن مثل هذا الطموح الكبير جدا وهذه الرؤية التي تحدث عنها مرارا وكثيرا حقيقة سمو ولي الأمين هذه المشاريع الطموحة التي تتعدى المليارات من مئات المليارات من الدولارات حتما ستجعل التنمية السعودية مستهدفة تجعل استهداف المملكة هل ندفع رئيسي. ثمن الحديث عن هذه التجربة دكتور النحاس نعم. هل يجب العمل حتى نتجنب كل هذه المشكلات يعني العمل بصمت أم ماذا يعني لا شك يعني. أنه نعم هو هذا الحديث وهذا التطلع وهذا الطموح جلب الكثير دعني أقول من الأعداء م. من في السعودية آه ولكن دعني اقول ان المنجزات لا يمكن اخفاؤها باي حال من الاحوال قد يكون الحديث عنها مقبولا اما عدم اظهارها للخارج فهي خاصه في هذا الوقت الذي نعيشه لا من وسائل لا التواصل لا. الاجتماعي من دعني اقول آه الاقبال الكبير الذي سوف يحدث على المملكه السعوديه من قبل السياحه الدوليه والبرامج وال الجديده وتعديل الانظمه هذه كلها معلن لا يمكن اخفاؤها طيب من لا يمكن حجب الشمس بغربال لكن في النهايه هو تحدث أن هذا العدوان على ارامكو آه هو اعتداء لم تطوى صفحته، نعم. بالتالي خيارات الرد المتاحه امام السعوديه نعم. يعني منسجمه مع القوانين والاعراف الدوليه باختصار. التقرارات. نعم دعني اقول انه هنا تظهر حكمه القياده في التصريحات م. فان وهذا يعني ضمنيا ان ارادوا للسلام فللسلام مكان وان اراد الاخرون الحرب او الاستهداف فإن في ذلك نظر وأن ذلك النظر قد يتطلب كثير من الردود وبالتالي ما بين كلمة السلام وما بين كلمة الحرب الكثير أيضا ليعمل وليقال وهنا تتضح دائما ما نقول حكمة القيادة السعودية ودعني أقول من جديد من أراد أن يتعامل مع المملكة العربية السعودية ومن أراد أن يعرف حدود المملكه السعوديه فليعلم كيف تاسست هذه الدوله وليعلم كيف ايضا تجاوز ملوك هذه الدوله منذ عهد التاسيس وحتى الان الكثير من الازمات الكثير من الاستهدافات التي مرت بهذه الدوله وما زالت تمر ايضا بتلك الاستهدافات ولكن حكمه القياده هي التي تسود دائما وهذا التصريح يعطينا مؤشر بأنه هذا القائد الشاب، هذا الأمير الشاب لديه الكثير ليعمله سواء في السياسة الداخلية أو في السياسة الخارجية أو حتى في التعاملات على المستويات الدولية. طيب طالما الحديث عن التجربة التنموية للمملكة أستاذ فضل أنت كاقتصادي، لماذا يراد تعطيل هذه التجربة التنموية؟ ما هي خيارات المملكة لحماية التطور الاقتصادي والتنموي في البلاد؟ دعني أعود فقط للعمل أو مواجهة الأزمات بصمت ودعني أعيد صياغتها بأن القيادة تعمل بحكمة وأنا لمعالجة مثل هذه الأزمات وبالتالي مثل هذه الأزمة تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى أنا بحيث لا تندفع نحو أمور قد لا ليس ايران فقط التي ترغب آه ان نندفع نحو هذه آه الخيارات ولكن حتى الدول الغربيه تريد م. ذلك، آه ايضا من الخيارات وهذه نقطه مهمه، اتمنى ان يكون هناك خيار رد المالي وهي ان تقيم آه الخسائر، خسائر توقف النفط وصادرات النفط والخسائر التي حدثت في ارامكو ثم تقدم هذه الفاتوره آه. آه. آه الى آه مجلس الامن م. وبالتالي يصدر قرار بالزام آه إيران إذا ثبتت التحقيقات م. ذلك وستثبت آه بدفع هذه الفاتورة وهذا م. أمر مؤلم. لأنه عند لدينا أكثر من مئة دولة أدانت هذا العمل وهذا نعم. يعني أرضية صلبة صحيح، لي النقطة الأخيرة ما يتعلق بالتنمية منذ أن أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030 وهي ستحدث تحولا اقتصاديا في المملكة وتنوعا آه يساعد الدولة لخفض اعتماد اعتمادها على النفط بشكل تدريجي هذا الأمر قد لا يروق لكثير من الدول وليس إيران وبالتالي اليوم تنمية المملكة هي المستهدفة ولعلي أقول أن العمل بحكمة وأنا في مواجهة مثل هذه الأزمات ليس سببه عدم الرغبة في الرد ولكن تقييم ما قد تحدثه مثل هذه الازمات او تنعكس على الاصلاحات الاقتصاديه التي بداها سمو ولي العهد منذ العام 2016 ونحن موعودون باذن الله على نهايتها ب 2030 اي استهداف لمقومات الاقتصاد السعودي سيؤدي الى تعطيل هذه الاصلاحات وهذا ما لا نريده ابدا. طيب كان هناك حديث استاذ بشير يعني عن الحرب في اليمن. ومن وحي كلام من الأستاذ فضل بأن الدول الغربية أيضا لها مصلحة في تعطيل هذه التنمية فبالتالي الحل السياسي هو سهل كما قال ولي العهد فقط نحتاج إيقاف دعم إيران لميليشيا الحوثي لو كان العالم جادا في إنهاء الحرب أليس ذلك مواتيا لهم للضغط على إيران لو كانوا يريدون أقول ذكرنا مرارا استاذ مفرح على هذه الشاشه الغراء وفي هذا البرنامج المميز بأننا نعيش نظاما دوليا ليس مثاليا على الإطلاق تحركه المصالح تحركه في جزء كبير المؤامرة المؤامرة هي جزء من السياسة الخارجية وأداة من أدوات السياسة الخارجية للدول أنا ضد التفسير التأمري للتاريخ لكني لا أستبعد المؤامرة كأحد أدوات السياسة الخارجية حينما تتطلع دولة إلى بناء نموذج تنموي لا بد وأن نتوقع أنها لن تترك في المضي قدما على هذا الضرب الهدف الأساسي لأية دولة في العالم هو الديمقراطية والتنمية الشاملة والمستدامة وحينما تنشد المملكة العربية السعودية هذا المسار وبدأت تخطو خطوات جدة على هذا الضرب عروجا إلى مرحلة أو عصر ما بعد النفط كثيرون لن يروق لهم هذا الأمر ليس فقط من أطراف إقليمية وإنما أيضا أطراف دولية تريد أن تضع المملكة في قالب معين لا تخرج منه لذلك ما يحدث في اليمن ليس بعيدا عن هذا الامر المجتمع الدولي لم يظهر جديه حقيقيه في ردع اذرع ايران العسكريه في اليمن ممثله في ميليشيا الحوثي الانقلابيه بدليل القرارات الامميه ذات الصله هذه القرارات لم تنفذ حتى الآن، الاتفاقات التي ابرمت فيما يتعلق بالحديده وضروره انسحاب ميليشيا الحوثي وغيرها، واتفاق السويد، كل هذه الاتفاقات لم يتم تنفيذها على ارض الواقع، ويترك المجتمع الدولي لميليشيا الحوثي الفرصه للالتفاف والتحايل والمراوغه بطريقه او باخرى، حتى تظل ورقه الحوثي ورقه ضغط على المملكه العربيه السعوديه لابتزازها بطريقه او باخرى. والا لو كان المجتمع الدولي حقيقه طيب. يريد السلام يريد الاستقرار لاتخذ اجراءات زجريه رضعيه في مواجهه ايران اقلها اجبار طهران على تنفيذ القرارات الامميه ذات الصله واجبار الحوثي على تنفيذ الاتفاقات التي تم ابرامها طيب دكتور النحاس قضيه الموقوفين والموقوفات لكن الموقوفات صوروا على انهم نشطات وربطها بالحقوق والحريات في حين هي جرائم كما اعلنت المملكه تمس الوطن بالتالي لماذا يستمر الغرب في توظيف قضايا تمس امن المملكه توظيفها سياسيا في حين انه لا يتهاون ابدا في موضوع اي موضوع يمس امنه ونرى الان التحقيق الثاني مع الرئيس الامريكي كمثال نعم هو مرحله من مراحل التشويه التي يعمل عليها دعني اقول الغرب بشكل او باخر للمملكه السعوديه سواء لقيمها الاسلاميه، لمكانتها الداخل الاقليميه، لاستقرارها الداخلي، لمكانه قيادتها. هذه من المراحل التي الفناها حقيقه، ليس جديد على المملكه السعوديه، مرحله ما يسمى بهؤلاء اما سميوا ناشطات او غير ذلك، نحن نسميهم متهمين امام العداله حتى تثبت براءتهم بالقضاء الذي نثق باستقلاليته، نثق بما يقومون به من اعمال. وندعم ذلك على جميع المستويات كرأي عام أو كمواطنين على جميع المستويات سواء من القيادة حتى أصغر مواطنين. <applause> آه والسؤال الذي يطرح أيضا من جديد كما تفضلت آه هؤلاء قد يتعدون العشرة أو الاثنى عشر أو الخمسة عشر لا, لا, نعلم العدد بالتحديد ولكن لا, لا, لا يزيد عن آه الاثنى عشر آه بينما في الدول الغربية كما تفضلت الالاف معتقلون من غير محاكمات حتى في الولايات المتحده الامريكيه او في الدول الغربيه لماذا لا تطرق مثل هذه القضايا في تلك الدول ان كانوا يدعون حقوق الانسان هذا من جهه وحقوق الانسان في في دول اخرى ومنها فلسطين على سبيل المثال في سوريا على سبيل المثال لماذا لا تطرق هذه القضايا لماذا لا تحمل ايضا دول اقليميه كايران وتركيا مثل هذه المسائل على الرغم من مئات الالاف طيب دعنا نقول انه شق الشقه بعيده ما بين المملكه العربيه السعوديه والغرب وان هناك مشكله لدي في الاعلام لا تصل الصوره واضحه كانت هناك نعم. دعوه من المملكه لاصدقائها صحيح. سواء من تتفق او تختلف معهم لزياره المملكه والنظر للصوره بشكل واضح صحيح. اثر ذلك يعني هل من عذر بقي لمن يريد ان يكتب من هناك ولا صحيح. يطلع على الواقع على الارض هنا هو الاعذار هي منتهيه منذ فتره طويله حقيقه عندما فتحت المملكه ابوابها لجميع وسائل الاعلام او لجميع من يدعون حقوق الانسان بشكل او باخر ولكن اذا اقفلت قضيه فتحت قضيه اخرى كنا في مرحله معينه قياده المركبه بالنسبه للنساء وعندما انتهى ذلك انتقلنا الى قضيه النقاب وعندما انتهينا من ذلك انتقلنا الى قضايا اخرى وبالتالي هو الاستهداف لمجرد الاستهداف المملكه السعوديه حقيقه مكانتها العالميه كبيره جدا وخطواتها التي تقفز يوم يوما بعد يوم الى الامام لا تعجب الكثير حقيقه سواء من المنافسين الاقليميين او من الاعداء الخارجيين الذين يريدون المملكه كما تفضل الزميل الاستاذ بشير قبل قليل بانهم يريدون المملكه دوله من دول العالم البعيد الغير قريب للعالم الاول او العالم الثاني ولكن كل محاولاتهم حقيقه منذ دعني اقول عهد التاسيس وحتى الان باءت بالفشل وستبوء بالفشل من جديد لاعتبارات مهمه على راسها الترابط الكبير جدا والتلاحم بين القياده طيب. والشعب الذي هو يوما بعد يوم يثبت قوته ويثبت ايضا دفعه الى الامام سواء على مستوى الدوله او حتى على مستوى القياده. اريد ان اختم معك استاذ فضل استمعت الى كلام الدكتور النحاس وماذا يراد لهذه الدوله ولكن المملكه اتخذت طريقا يعني بجانب حضورها السياسي الرائد عالميا الاقتصاد وتقويته كيف سيكون ذراعا عاضده ايضا لموضوع السياسه. اليوم فيما سبق كانت السياسة تسير الاقتصاد اليوم الاقتصاد هو الذي يسير السياسة ولو راجعنا جميع زيارات سمو العهد الخارجية نجد أن التركيز الأكبر يكون بالشراكات الاقتصادية لأنه, لأنه يؤمن بأن هذه الشراكات الاقتصادية الصفاب الحديدية نعم بالإضافة إلى ما تخلقه من تنمية حقيقية اقتصادية في البلد إلا أنها توثق العلاقات السياسية وتساعد أيضا على تحقيق أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هناك نقطة مهمة إذا سمحت لي في باختصار للتعليق عليها وهو ما يتعلق بإيران واستهدافها أيضا للدول المستقرة في الخليج وليس السعودية السعودية ربما كان هناك استهداف مباشر ولكن من يعلم ما الذي سيحدث غدا إيران ليس لديها ما تخسره اليوم فقدت اقتصادها فقدت نفطها فقدت حتى قرارها الاقتصادي وبالتالي هي تريد أن تدمر هذه الدول المستقرة في المقابل دول الغرب تحاول قدر المستطاع ان تدفع دول الخليج لمواجهه هذا المصير العدائي سواء مع ايران في اليمن في اي مكان في العالم والسبب هو استنزاف هذه الدول ماليا وبالتالي اغراقها بالديون مستقبلا لذلك اعود مره اخرى عندما قلت ان القياده تعمل بحكمه وانا والهدف من هذا من هذه الحكمه والانا هو ان تجنب المملكه العربيه السعوديه اي تداعيات مستقبليه قد تحدث لاتخاذ قرارات مستعجله اليوم، ولكن مع ذلك ايضا سمو الامير محمد شدد على أن إذا لم تنفع جميع الخيارات في رد إيران على فسيكون جلكي. لدينا خيارا آخرا ونتمنى أن لا نصل إلى هذا الخيار لأنه مدمر للجميع وهذا أمر لا يمكن للمنطقة بشكل عام أن تتحمله. شكرا جزيلا اقتصادية. لك المستشار والمحلل الاقتصادي أستاذ فضل البوعينين وشكرًا لحضورك معنا أستاذك دكتور النحاس وأستاذ بشير لنتحول إلى ملفنا الثاني في هنا الرياض بعد قليل. مخطط قطري تركي لاستهداف مواقع في المملكه بهجمات الكترونيه وتكليف لتوكل كرمان بحمله تحريض عالميه بشان حادثه مقتل خاشقجي وابن الفقيد القضيه تستغل للنيل من وطني ومن قيادتي سجل أسود لقطر ولتركيا في مجال حقوق الإنسان سجل أسود في دعم المنظمة الإرهابية وتغذية الصراعات الدولية والتدخل في شؤون الدول تدخل وصل إلى حد تدبير الاغتيالات للقادة وللمسؤولين والتآمر على الجار قبل البعيد كل هذا لا جديد فيه ولا داعي ربما لذكره مع معرفه العالم لتفاصيله، لكن ما قاد الحديث عنه هو ما كشفته وسائل الاعلام عن مخطط قطري تركي لاستهداف مواقع الكترونيه سعوديه وايضا تنظيم حمله دوليه للتشكيك بنزاهه القضاء السعودي ودعم المواطنين المغرر بهم في الخارج لوجستيا واعلاميا. فما هو الهدف الكامن وراء كل هذا الجهد؟ ايضا نلقي الضوء على تقارير امميه عن الاوضاع الانسانيه في البلدين لنطرح سؤالا اليس الاولى بالبلدين الالتفات للداخل بدل دعم الارهاب ورسم المخططات ضد دول المنطقه مؤامرة تقودها الإخوانية اليمنية توكل كرمان بإعاز من أنقرة والدوحة لتجيش الرأي العام العالمي ضد المملكة في استغلال وابتزاز سياسي متجدد لحادثة مقتل المواطن جمال خاشقجي قضية قطعت فيها العدالة شوطا طويلا بنزاهة وشفافية للاقتصاص من مرتكبيها على الرغم من تعمد الجانب التركي عدم التعاون بامتناعه عن تزويد النيابة العامة والقضاء بما لديه من معلومات في القضية وفقا لصحيفة الرياض أماطت مصادر مقربة من النظام القطري اللثام عن اجتماع عقد في قصر الوجبة في الدوحة في الرابع والعشرين من سبتمبر للاستماع لنتائج لقاءات كرمان في المكسيك بالحاصلين على جوائز نوبل. بعدما كلفت بالمشاركة والتنسيق لحملة للتشكيك في نزاهة القضاء السعودي ودعم المواطنين المغرر بهم في الخارج لوجستيا واعلاميا. اضافه لترتيبها عده مؤتمرات والاشراف على وقفات احتجاجيه امام سفارات المملكه، فيما يستكمل المخطط المغرض باستهداف مواقع حكوميه سعوديه بهجمات الكترونيه. والمؤامره ليست مستغربه من نظامين تعاني دولهما والمنطقه من سجلهما الاسود في القمع ودعم الارهاب. فالنظام المعزول في الدوحه لم يتورع عن سحب الجنسيه تعسفيا من عدد من القبائل القطريه المعارضه لسياساته بينما منحها للارهابيين والفرين دوليا من العداله طالما كانت التوجهات اخوانيه أو سيسدي حاملها خدماته في تنفيذ المخططات الفوضوية، وإذا كان هذا الحال مع المواطنين، فكيف عن أوضاع العمال المقهورين الذين ارتبط مونديال قطر بالانتهاكات لحقوقهم وتسجيل آلاف حالات الوفاة؟ أما الحليف التركي للدوحة ورغم مسمى العدالة والتنمية، فقد غيب العدالة والتنمية. بعد أن حول البلاد إلى سجن كبير، قبع خلف قضبانه مئات الآلاف ما بين سجين ومحتجز. وفي ظل ازمته الاقتصاديه الخانقه يعلن عن بناء 193 سجنا جديدا خلال خمس سنوات. سجون يتم فيها القتل بدم بارد كحال الفلسطيني زكي مبارك الذي لفظ انفاسه تحت التعذيب والبيت القطري والتركي من زجاج، لكن هل من متعقل يركز في شؤون بلاده ويترك مسار العداله الناجزه لتقول كلمتها في قضيه المملكه هي المعنية بها وخاشقجي مواطن سعودي أهلا بكم من جديد وواصل مع الدكتور إبراهيم النحاس وأستاذ بشير عبد الفتاح دكتور في ختام التقرير جمال خاشقجي رحمه الله مواطن سعودي صحيح ابن صلاح خاشقجي كما قلنا في الملف الأول قال بأن عام مضى على رحيل والدي الغالي سعى خلاله خصوم الوطن وأعداء في الشرق والغرب لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي يعني صحيح. نعيد السؤال مجددا دول حافل سجلها الاسود في صحيح. مجال حقوق الانسان وفي مجال الاغتيالات والقتل والجرائم التي لم يدن فيها احد حتى الان برغم ما اشارت له التحقيقات من اصابع الاتهام بشكل واضح الى اشخاص بعينهم ما هدفهم من جديد؟ هدفهم هو تشويه صوره المملكة السعوديه في المجتمع الدولي استشويها لدى الرأي العام سواء عربيا أو إقليميا هدفهم إلى حد ما إثارة البلابل واللا لا استقرار في سواء المملكة أو في المنطقة هدفهم إبعاد المملكة العربية السعودية عن المجتمع الدولي هذه من السياسات التي كانت متبعة في مرحلة معينة ولكن لم تكن إعلامية السياسه السعوديه كانت ناجحه وقادره على تجاوز تلك التحديات التي كانت توضع بشكل او باخر على الجانب السياسي عندما فشلت تلك المخططات وتلك الاساليب الخفيه آه لم يجدوا وسيله اخرى الا ان يستهدفوا المملكه اعلاميا ودعني اقول ذلك الحقد المبطن ظهر على بصورته المعلنه الان عبر سواء وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الاعلام المباشر وحتى عبر الخطابات السياسيه من قبل تلك الدول والا هذا التصريح تصريح ابن آه ابن سيد خاشقجي لا. هذا يمثل اصاله ابناء الشعب السعودي وقال لم يقبل والدي في حياته اي اساءه او محاوله للنيل منهما اي القياده صحيح. والوطن ولن اقبل ان تستغل ذكرى وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله لكن صحيح. يعني هذه الحمله التي كشفت عنها وسائل الاعلام ايضا دكتور ابراهيم النحاس قطريه ما. تركيه ما. لاختراق مواقع الكترونيه سعوديه ولتجيش الراي العام العالمي في حين ما. انه تركيا صحيح. مثلا لم تكشف اي معلومات لديها نعم هو, هذا ليس بالجديد حقيقة الاستهدافات للمملكة سواء باختراقات مباشرة أو حتى ببث الفتن أو إرسالها أو حتى بتبني أسماء سواء عوائل أو قبائل أو أسماء سعودية هذه كشف عنها في مرحلة معينة وما زال يكشف عنها وبالتالي هو الاستهداف دعني أقول الاستهداف منذ طيب. ذلك الانقلاب في الدولة القطرية منذ العام 95 وحتى الآن ما زال مستمرا بجميع الأشكال التحالفات الدولية الأخرى تلك الدول التي تعتبر دول رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وجدت في الدولة القطرية الأداة الممولة والأداة الإعلامية التي توظف دعني أقول كالمرتزق لتنفيذ تلك السياسات طيب سيد بشير يعني مصر أيضا ليست في منع عن هذا المحور ومحاولة التأثير عليها وعلى سياساتها لكن واسمح لي إن كان حتى سؤال طويلا 160 ألف شخص في تركيا أوقفوا صرف 152 شخص من الخدمة المدنية بتهمة أو بحجة حالة الطوارئ اعتقال حوالي 100 امرأة من الحوامل باعتبارهن شريكات لمتهمين بالإرهاب اعتقال نحو 300 صحفي حجب أكثر من 100 ألف موقع إلكتروني المحكمة الأوروبية رفعت 140 دعوة قضائية على تركيا لانتهاك حقوق الإنسان السلطات التركية اعتقلت العشرات بحجة الانتماء لمنظمة جولن وفاه نحو 200 شخص بعد فتره الانقلاب او ما قيل بانه انقلاب، وزير الداخليه كشف عن اعتقال 750 الف شخص بحجه الانتماء لمنظمه جولن، المديريه العامه للسجون تعلن بناء 193 سجنا خلال خمس سنوات، اخيرا زكي مبارك ووفاته في السجن التركي. دوله كهذه مع ايضا سجل قطر في محاوله اغتيال الملك عبدالله رحمه الله شكري بالعيد لواء عبد الفتاح يونس والقائمه تطول هل هما مؤهلتان للحديث عن حقوق انسان في اي دوله في العالم على الاطلاق تركيا بالنسبه لاردوغان لم يكن يوما ديمقراطيا وانما هو دأبه كدأب كافه الاسلاميين يؤمن بديمقراطيه المره الواحده، الديمقراطيه التي توصله الى السلطه ثم يزيح سلم العمليه السياسيه الديمقراطيه ليبقى وحده ابد الدهر في هذه السلطه، ومن ثم كل الانتهاكات والخروقات التي سجلها المجتمع الدولي على اردوغان فيما يخص الديمقراطيه وحقوق الانسان هي الوجه الحقيقي لهذا الرجل الذي لم يعد بحاجه الى الانضمام للاتحاد الاوروبي او استرضاء الغرب لانه تمكن من بسط سيطرته على كافه مفاصل الدوله التركيه ومن ثم لم يعد بحاجه الى التشدق بالديمقراطيه وحقوق الانسان الوضع في قطر ايضا حدث ولا حرج بشهاده المجتمع الدولي لكن السؤال استاذ مفرح لماذا يصمت المجتمع الدولي على هذه الخروقات والانتهاكات بينما قد يوجه سهام أن النقد لدول اخرى ربما يكون سجلها افضل حالا من هاتين الدولتين. التامر التركي القطري على المملكه العربيه والسعوديه السعوديه ومصر مرده بالاساس التعاون المصري السعودي في وقف مد الاسلام السياسي في المنطقه. مصر والسعوديه هما اللتان تصدتا للمشروع القطري التركي المدعوم غربيا لدعم جماعات الاسلام السياسي للوصول الى السلطه. بما يمكن الدوله التركيه من الهيمنه على المنطقه لتكون اداه في يد الغرب لتمرير المشاريع الغربيه. اما قطر فهي مجرد اداه تخدم الخطه التركيه التي تصب في نهايه المطاف في مصالح قوى دوليه عظمى تريد ان تعيد هندسه المنطقه من جديد. على المجتمع الدولي ان يتحرى الموضوعيه وان يتحرى الجديه في التعاطي مع ملفي قطر وتركيا في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان وان يقطع الذراع التركيه القطريه التي تعيث في المنطقه فسادا وإفسادا. طيب دكتور النحاس الفتوى لديهم أو لديهما تتلوى حسب البلوى. في العام 2009 في سويسرا أردوغان شن هجومه الشهير وقت على شيمون بيريز واتهمه بارتكاب جرائم ضد الأطفال وفي حرب غزة 2008-2009 لكن وخرج من المنصة لكن بعد ذلك أرسل وفد من العدالة والتنمية إلى إسرائيل ليؤكد حرص أردوغان على العلاقات مع إسرائيل. هذه المواقف تنسى صحيح. بسرعه نعم هذا الرجل مدلس اكبر مدلس في العصر الحديث حقيقه اردوغان يتحدث بلغه امام الاعلام ويتصرف التصرفات المتناقضه تماما خلف الستار م. ودعني اقول هو دائما يستهدف تعاطف الراي العام او يثير عاطفه الراي العام بمثل هذه التصريحات م. العلنيه اما في الجوانب السياسيه والتي يفترض انها تكشف للراي العام فهي جميعها كوارث في كوارث حقيقه بالنسبه لي سواء في فلسطين او حتى في حقوق الانسان في الدوله التركيه او حتى في بين قوسين استخدام او الاسلام هؤلاء هو هو الرجل هذا الرجل حقيقة الدولة التركية بنظامه أكثر من انتهك حرمة الدين الإسلامي بتوظيفه توظيفا سياسيا مغلوطا بشكل أو بآخر وللتكسب أو للتربح السياسي سواء داخل الدولة التركية أو خارج الدولة التركية في الإقليم م. ووجد آلة إعلامية أو آلات إعلامية بشكل أو بآخر تسوق تلك الأكاذيب وذلك التدليس الذي انطلع على البعض وسوف ينكشف أيضا في المرحلة المستقبلية لكن طالما الحديث عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي البعض عاد مقتل الصحفي التركي الأرمني راند في العام 2000 وسبعه للوجه من جديد صحيح. لم يحصل اي شيء في قضيته طالما الرجل مهتم بهذا الامر لماذا لا يعيد التحقيق ويدين من ادانهم التحقيق نعم هو هو ليس مهتم، هو رجل سياسي انتهازي يوظف هذه القضايا السياسيه خارجيا، اما داخليا فهو دكتاتور في داخل الدوله التركيه يفعل ما يشاء يستبد بابناء الشعب التركي فصل الكثير من وظائفهم بدون محاكمات، بدون ايضا قضايا، وبالتالي هذا التدليس وهذا الكذب للاسف يروق لبعض الدول الغربيه التي ترى فيه وربما لذلك لا تلتفت هاتين الدولتين للداخل وتعالج اوضاعها في مجال نعم. حقوق الانسان. شكرا جزيلا لك دكتور ابراهيم النحاس عضو مجلس الشورى ومن القاهره بالضبط. الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الاستاذ بشير عبد الفتاح شكرا جزيلا لكما والشكر موصول لكم مشاهدينا قبل الختام نذكر بملف تركيا القاتم في حقوق الانسان وبشهاده التقارير الدوليه نلتقي غدا في امان